انا عايزه اسال استاذ مينا تحديدا كده، لو انا عايزه عندي راس مال متوسط عايزه افتح مصنع، السمعه دايما او الصوره الذهنيه انه ده صعب، ده مكلف، الاجراءات الماليه معقده، عندك راي تاني؟ طيب خليني في البدايه بس اشكر محافظ البنك المركزي ومعاونيه على الحكمه واللي هو بيتخذها في اتخاذ القرارات ورؤيته الاستباقيه في كل شيء. حضرتك دلوقتي لما سالت دكتور احمد في السؤال بتاعه، احنا دلوقتي نعمل ايه؟ في فوائد 18% وفي في 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 اكتر يعني من انا سؤالي تحديدا احنا ممكن نسمي السؤال احط ده. الفلوس في البنك واكسب 18% من غير ما اتعب نفسي ولا اعمل مصنع وهقدر اكسب اكتر بكتير؟ لو احنا قلنا كده للساده المشاهدين احنا كده بنقول لهم اقفلوا المصانع كلها ويحطوا فلوسكم. لا طبعا ده مش هم بيقولوا كده البعض، بقى احنا عايزين نقول غير كده. طب الدوله عملت ايه؟ عملت جزئين. الجزء الاولاني لو انت انسانه موظفه او انسانه عاديه او انسانه ما عندكيش استثمار، فبتقول لك تعالى حط 18% واكسب ومكسب مضمون معانا ونلم السيوله زي ما دكتور احمد تفضل وقال. طب انت حضرتك صاحبه مصنع صاحبه مشروع، هتعملي ايه؟ هتمشي العماله وتقفلي؟ طبعا لا يا فندم، الدوله وفرت لك حاجه قويه جدا، هي مش من دلوقتي كمان من 2015، حاجه اسمها مبادرات البنك المركزي بفائده 5% للمشاريع الصغيره والمتوسطه. حلو. المبادرات دي، وده اللي احنا كنا لسه بنقول لحضرتك، محافظ البنك المركزي كان له رؤيه من شهر واحد مش من دلوقتي بدا ينزل مشاريع خاصه لبعض الانشطه اللي احنا هنحتاجها. زي ايه؟ يعني مثلا واحد بنتكلم عن نشاط الملابس، ده النشاط حاليا دلوقتي بيتمول من البنك الاهلي بالتحديد ب 5% على 5 سنين، ليك اعفاء 6 شهور ما تدفعش ولا جنيه ولا فايده، بدون ضامن، بدون جيش، بدون شهاده الجيش، بدون مؤهل، بدون رخصه، يا دوبك بس بطاقه ضريبيه وتجيلة جري، ابسط الاشياء. وان شاء الله يعني هي ده تسريع الاجراءات، بنسرع الاجراءات وبنخفض من والمستندات المطلوبه لمنح التمويل. يعني برضو معلش انا بعقب على حضرتك، حتى برضو احد البنوك المصريه بدون ذكر اسماء ابتدى يعمل حاجه اسمها كارد اكسبريس اونلاين، تخش تشتغل وتتمم اجراءاتك وبتاخد مبالغ بتصل الى 5 مليون. فالفكره كلها في اجراءات بتتم من الجانب او الشق النقدي اللي هو بيتم من خلال البنوك في عمليات التمويل، ومن غير ما تروح كمان البنك. كله اونلاين. وانت بتروح على العقد بس اللي هيبقى من على التليفون بتاع حضرتك، تقدر تقدم على الكارد وينزل لك المعاينه وينزل لك الاستعلام في ظرف 5 ايام عمل. ده الدوله بتعمله ليه؟ زي ما الدكتور ما قال، الفايده 18% والدوله هتديك ب 5%. فبتعمل ده كله علشان حضرتك تبدا تنتج، فالانتاج يبدا يحصل تشبع في السوق، بدل ما بنستورد وبالعمله الصعبه نبدا نلاقي الوظائف موجوده. حلو. البطاله هتقل. حضرتك قلت قطاعات الملابس وايه كمان؟ لا يا فندم، احنا بنتكلم في الملابس، النسيج، البلاستيك وكل انواعه من اول التدوير، وده كان صعب يعني يتنوع، اللي هو التدوير والمخلفات، بدا المخلفات وارقام كبيره. يعني احنا الاول يعني قبل 2022 كنا بنتكلم في 200,000 جنيه وصلت لغايه 750، ولو حضرتك معاك رخصه توصل ل 5 مليون و 6 مليون، والدكتور احمد عارف بالكلام ده، ومش في بنك اهلي بس، ده كل البنوك اللي تحت الاشراف البنك المركزي. ان بتطبق المبادرات، لان الفكره كلها والهدف من المبادرات، وبرضه عايز اكد على نقطه، مبادرات المشروعات الصغيره والمتوسطه البنك المركزي الزم البنوك ان تكون محفظه البنك 25% منها مشروعات صغيره ومتوسطه. ده اجباري، مش كل يعني ده اجباري، وانت لو ما حققتش الغرض دوت يعني مش زي ما انا فاكر البنك هيدي قروض للكبار اصحاب المشاريع الكبيره. مش كله، مش كله ده البنك المركزي قال له انت لازم تشتغل كنا 20. قال لك لا، من نهايه 22 تبقى 25%. فالفكره كلها احنا بنعمل بوش للقطاعات كلها من خلال جزء التمويل. طب الجزء الثاني اللي احنا محتاجينه طبعا موضوع التراخيص والضرايب والحاجات الثانيه اللي بتحصل. فالفكره او الجزء اللي احنا بنتكلم عليه وهو المتعلق بالشق التمويلي، ده البنوك بتقوم بيه. ويعني مش عايز اقول لحضرتك حجم المحافظ اللي ابتدت تطلع للقطاع. لو بصينا مثلا احنا عندنا ودائع 6.5 تريليون، نسبه التمويل للودائع كام؟ وصلت ل 48%. يعني هنقول تقريبا نص الودائع بتاعه القطاع العائلي، اللي هو هنقول الناس اللي هي في القطاع العائلي اغلبها ودايعها في البنوك، بتستثمر في مشروعات. وده كان ناتج طبعا لما حضرتك اوضحت للعماله، احنا وصل معدل البطاله في نهايه في الربع الاخير اللي هو بنهايه 2021، لا 2022، الربع الاخير اللي هو في مارس 2022 7.2%. احنا ايام ازمه كورونا كنا 9%. حلو. فابتدينا نقلل. فالفكره كلها هو مش تمويله بس، لا ده انا تمويل مع مصانع، مع عماله، مع اجزاء كتير احنا بنشتغل عليها عشان نبتدي نبص. مش ان انا ببص المشروع بس، لا ده انا المواطن، ما هو كل ده في الاخر
ينعكس على الاقتصاد، على المواطن. وكمان برضو في نقطه مهمه حابب برضو اشير ليها، احنا كان الهدف تاني عشان بس الناس بتقول الفايده زادت 2% فوق ال 18. لا صريحه كده انا بقولها دلوقتي، وده الكلام ده اعلن امس، 18% هي هي زي ما هي.